أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله، ساعة مباركة. اليوم طبعا راح نتكلم عن مجلة الرياضي، تاريخها السبت 25 فبراير 1995. 25 فبراير اي 1995 تكريم رائعة السعودية ماجد عبد الله، فراح دبشة أدعياء الرياضة أنتم مشكلة، دوري الكويت ألوان باهتة، حسين جاسم المنتخب واسطة، سيدة العجوز تستعيش شبابها، روماريو فضيحة حب. طبعا هذيل النجوم اللي في تلك الفترة، يعني ممكن ماجد عبد الله شوية يعني بعد كأس العالم يعني ابتعد، تكلم هنا 95 قالوا راح يسوون اعتزاله بتاريخ 9/9/1999. نعم صحيح. عشان الرغمه يعني. نعم. ولا صار لا 9/9 ولا صار. الصوره تقول العميد ماجد عبد الله. هذه صوره الملك عبد الله. كابتن ماجد عبد الله. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. الله بن عبد العزيز. ملك المملكه العربيه السعوديه. هذا ماجد عبد الله بس خلينا نشوف. ولا ماجد عبد الله. اي صح ماجد عبد الله، لان انا لما قلت العميد توقعت يسمونه العميد؟ اي عميد اللاعبين يعني وصل عدد مباريات فصار عميد. نعم. اسبوع قبل الاخير للدور الاول الوان باهته، السماوي انفرد بالقمه بعدما ابتعد الاصفر والاخضر بقدميهما بقدميهما تذكرتين. اي هني السماوي كان فعلا بشار عبد الله، جاسم الهويدي، علي مروي، البريتشي صحيح، شو اسمه عبد الله الرجيم، عادل محمود، يوسف، عادل يوسف، عادل يوسف، عيسى فلاح من المنتخب، اي هم كلهم حتى اللي برا المنتخب ايه يعني حتى كانوا وياهم باسل عبد النبي، باسل عبد النبي، ايه مجموعه من النجوم، ايه كان فريق ذهبي اكيد، حصل على كذا بطوله ابو ايه. الأخضر خسر مسافة دفع الكثير لقطعها، لكن ما زال هناك أمل. الجهراء عبر بالشباب وأصبح على وشك الاقتراب. الأصفر فلت بالعنفوان الساحل وخسر نقطتين. عمرو أنور حاول ولكن العنابي واثق. تذكر عمرو أنور نجم نادي العربي المصري، اللاعب المصري، يعني لما أول ما جاء قالوا له نفس ستايل الخطيب. نعم. حارس مرمى الجهراء ومنتخب الكويت الوطني لكرة القدم فلاح دبشة، نستحق العقوبة. طبعا واحد من الحراس المتميزين يعني لا يستسلم للهزيمة. تم إيقافه مع زملاء الثمانية بتهمة عدم التزام بالتعليمات أثناء دورة خليج العربي 24 صحيح. إي طبعا هذا كان قرار خاطئ. هل كنت تستحق عقوبة الإيقاف مع زملائك؟ نعم نستحقها، لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه. ولم يكن يستحق تلك الضجة، ولا نستحق نحن كل ذلك التشهير. خليج 12 وأحداث ونتائجه كانت درسا كبيرا لنا كلاعبين وجهاز فني والداري. صحيح. هل العقوبة عادلة؟ العقوبة اتخذها الاتحاد عادلة 100%، والحق يعلو ولا يعلى عليه. آمل عدم تغليب صفحات الماضي، يعني هذا شجاع منه. ايه صحيح. يعني تكلم الإداري يقول هو المهم واللاعب لا يهم أحد. تكلم من الفريق القادر على الفوز بالدوري صاحب النفس الأطول والخبرة الأكثر، ذكرني صاحب النفس الأطول موسم 98 اللي خذ فيه الجهرة. الجهرة أكيد نفس أطول صدق. أكيد الكابتن كان ثلاث أقسام ولا أربع؟ ثلاث أقسام. الكابتن فلاح دبشة حارس مرمى نادي الجهرة والمنتخب الوطني من نجوم المميزين في تاريخ الكرة الكويتية، انتقل طبعا نادي العربي فترة أو آخر الفترات له، وجاب لهم اعتقد بطوله كاسيا ولي عهده والامير تسديد الركله الاخيره مع نادي كابمه. ايش رايك نطلع فاصل؟ تفضل. ونتابع بقيه الحلقه. اعزائي المشاهدين خلوكم معانا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. وإحنا كنا نتكلم في البارت الأول مع مجلة الرياضي سنة 95. إيه نعم. طبعا تكريم رائعة السعودية ماجد عبد الله. ماجد في سطور. طبعا أول شيء، تواجد نجوم كرة القدم بكثافة في مهرجان تكريم الرائعة السعودية مهاجم نصر منتخب المملكة العربية السعودية ماجد، الذي جرى السبت الماضي بمناسبة حصول ماجد على الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية اللي لعبها. شارك في المهرجان بدعوة من نصر، مبارك مصطفى، محمود صوفي من قطر، زهير بخيت وعدنان طلياني ومحمد علي وعبد الرزاق إبراهيم من الإمارات، بيد الشمري وعلي مروي من الكويت، سيف الحبسي وطيب عبد النور من عمان، سعيد العويران وحسين الصادق وفهد الغشيان، عمر باخشوين ويوسف ميان وخالد مسعد ومشعل تركي، منصور المينع وخالد وأحمد جميل، محمد الخليوي وعبد الله صالح وفؤاد أنور من السعودية. ماجد في سطور. طبعا الاسم ماجد بن أحمد عبد الله، تاريخ الميلاد 11/10/1959، حالة اجتماعية عزب، الطول 180 سنتيمتر، الوزن 72 كيلو، المهنة محترف في نادي النصر، لقب فانيلا 9، المركز قلب هجوم، عدد المباريات الدولية 147 مباراة. طبعا القابة هداف الدوري 6 مرات، هداف نهايات كأس الملك، هداف مسابقة كأس ولي العهد عام 1412 هجري، هداف بطولة كأس الخليج السادسة، هداف تصفيات الأولمبية عام 1983، هداف العرب ونال الحذاء الذهبي مرتين عامي 1981 1989، والحذاء الفضي مرة واحدة عام 1986، أحسن لاعب في آسيا 3 مرات متتالية أعوام 84 85 و 1389، يعني اللي هي 1989. الرياضي المثالي لموسم 98-99، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية 147 مباراة، وهو اللاعب السعودي الوحيد بفهد الذي سجل أكبر عدد بالأهداف في مباراة واحدة مع المنتخب السعودي، ومنها 5 أهداف في مرمى قطر دولة 79 خليج الخامسة عام 79، و6 أهداف في مرمى أندونيسيا في لقاء ودي بالرياض عام 1981. ما شاء الله. طبعاً ألقابه جوهرة العرب، السهم الملتهب، بيلي الصحراء، جلاد الحراس، عاشق الأهداف، سيد المهاجمين، السحابة رقم 19. طبعاً الكابتن ماجد عبد الله اسم يعني من أفضل اللاعبين، واسم خالد في تاريخ الكرة على مستوى آسيا. هني ذكر أنه هداف دورة الخليج السادسة اللي صارت في أبوظبي، طبعاً مشاركة مع إبراهيم زويد من البحرين، ويوسف سويد من الكويت، وسالم خليفة من الإمارات برصيد 3 أهداف. طبعاً في دورات الخليج شارك في 5 بطولات، أحرز 17 هدف. نعم. لاعب القادسية حسين جاسم، البطاقة حسين جاسم، العمر 21، مهنة موظف، حالة اجتماعية متزوج، النادي القادسية، مركز خط دفاع، لا نحتاج المحترفين، لا تخافوا على مستقبل الأصفر. طبعاً كابتن حسين جاسم نجم مميز ومن أسرة رياضية، شقيق الكابتن العملاق مع أنه قصير الكابتن محمد جاسم مولانا الشيخ محمد جاسم، وأيضا الكابتن مشاري جاسم أيضا شقيقه، وأحمد جاسم حارس المرمى شقيق حسين جاسم. اللاعب الحالي يحتاج إلى معاملة السابقين، محمد الصالح سيفوز بالسيارة، محمد أخوي، محمد جاسم أفضل مني، القادسية لا يحتاج إلى محترفين، ها صورة جماعية مع نادي الغاتية. طبعا على طاري السيارة، أنه كان مخصص جائزة السيارة لهداف الدولي، صحيح. استطاع حمد صالح يفوز فيها. نعم. الواسطة فقط هي ضمان الوصول للمنتخب، مستقبل أصفر بخير. طبعا تكلم عن أكثر لاعب برز في الموسم الحالي، بدر حجي وصالح المسند وعلي بسواهي وأنور بطيبان وناصر بن أيان. تكلم طبعا يعني مباراة اعتز فيها أمام بيروزي الإيراني، فزنا يومها 2-1، وكانت مباراة ودية قيمة العام الماضي، قدم بها القادسية مستوى رائع جدا. وصلنا تجوري بغازي صورة طبعا أكيد اسمه حسين جاسم. صورة جميلة للكابتن حسين جاسم، طبعا الناس في حسين جاسم هو المطرب حسين جاسم. زين هذا يطربنا في الغناء وهذا يطربنا في الملعب رحمة الله عليه. حلفت عمري أكيد. وشو اسمه توني عرفتك زين وحبيبي شمعة الجلاس، أغاني جميلة طراها يعني لما ذكرنا اسم حسين جاسم نجم نادي القادسية. نختم فيها حلقتنا أعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي، تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.